طيب انا المفروض دلوقتي في منطقة اسمها البرشاء، و بدور دلوقتي على كارفور، شوف سوبر ماركت كارفور فين. تقريبا في البرج اللي هناك ده في الاخر. فاشوف كارفور في دبي عامل ازاي، يعني كارفور في دبي ايه الفرق بينه وبين مصر. معلش يا جماعة لو التصوير مش واضح شوية، لان انا بحاول اتجنب ان انا اصور وجوه الناس، لان هنا في دبي ممنوع ان انت تصور حد بدون علمه، دي توقعك في مشكلة كبيرة. حتى لو انت بتصور سياحة او كده برضو حاول ان انت تتجنب ان انت مثلا يكون في اشخاص كتير في الشارع تصورهم، او في ناس كتير تكون مسلط الكاميرا عليهم وتنزل الحاجات دي على السوشيال ميديا. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اصور حاجات بس بتكونش فيها وشوش الناس هنا في الشارع واضحة او في اي مكان. تمام، دي حاجة مهمة جدا، ودي هي قوانين البلد كده، ولازم اي بلد في الدنيا انت رايحها لازم تعرف قوانينها ايه وتلتزم بيها علشان متوقعش نفسك في اي مشاكل. فاحنا في يعني في ناس مثلا ممكن انا بشوفهم ساعات ما بيلتزموش بالكمامة او كده، بس انا احب دايما ابقى ملتزم دايما، اي مكان طالما فيه قوانين معينة لازم التزم بالقوانين اللي فيه. هنا الكمامة الزامية، فيها انا اللي سمعته يعني انها غرامة 3000 درهم، يعني 3000 درهم ده ما يوازي بالمصري كام، 15000 جنيه، يعني ودع الشهداء اللي معاك، قصدي سلم على الشهداء اللي معاك. صح، مش الاغنية بتقول كده؟ انت بقى هت ايه، سلم على الفلوس اللي معاك، ودع الفلوس اللي معاك. فما فيهاش هزار هنا، ايه خرق القوانين ابدا. هنشوف بقى ايه فين كارفور. ولازم لما تعدي اي طريق لازم تعدي من خطوط المشاة، لازم تعدي من خطوط المشاة. شايف خطوط المشاة دي؟ هي دي اللي تعدي عليها، ما ينفعش تعدي من اي حتة تانية في الشارع، لازم من على خطوط المشاة. تمام، اهو احنا كده نعدي فقط من على خطوط المشاة، يعني ما ينفعش حتة زي دي تعديها على رجليك، لا لازم تدور على خطوط المشاة وتعدي من عليه. كويس، لقيت حلاق جنب البيت. النهاردة بقى اول نزولة ليا في الشوارع، يعني انا طلعت من المطار على الفندق بعد موضوع الطيارة ده اللي كنت فيه، الصراحة كنت مفيص على الاخر وكان جسمي مجهد جامد، فكنت تعبان جدا ما قدرتش، كان نفسي انزل اتمشى واشوف البلد بس كنت تعبان في اول يوم ده جيت فيه هنا. فلما قعدت بقى نمت واستريحت، دلوقتي نازل اشوف ايه الدنيا فيها ايه. الفندق اللي انا فيه في حاجة حلوة، في بوتاجاز وفي ادوات مطبخ، ممكن تطبخ مش شرط تاكل من اكل الفندق. فانا رايح كارفور عشان اجيب حاجات للاكل للبيت للفطار. فكارفور طبعا فيه كل حاجة، وفي هنا محلات بقالة كتير، وفي هنا سوبر ماركت كتير، بس ايه قلت اشوف كارفور هنا شكله عامل ازاي، يختلف ايه عن اللي في مصر. طيب انا هنا في شارع اسمه شارع الخيل الاول، هو مفروض كده شكل كارفور قدام شوية كده، فهمشي قدام شوية واشوف كارفور فين. طلع ان انا دخلت اتجاه غلط، كان مفروض اخش شمال بدل ما اخش يمين، فانا كده هعدي لايه الناحية التانية، همشي كده كارفور كده. انا بصيت على الخريطة بصيت غلط العكس، طبعا هنا ايه الاشارة خلاص، الاشارة قفلت، فنعدي عادي لايه الطريق، لازم التعدية على خطوط المشاة. هنا تلتزم بالقوانين تتكيف، ما تلتزمش تتليف، انت حر بقى. الصراحة يا جماعة موضوع الكمامة مع نظارة الشمس ده حاجة صعبة قوي يا جماعة، البخار بيطلع من هنا يخش في النظارة يشبر لي الدنيا، مبقاش شايف قدامي. يعني انا نفسي اقلع النظارة بس الشمس هنا جامدة، وانا عامل عملية في عيني، فغلط ان انا اعرض عينيا للايه الشمس الشديدة دي. اول بس ما اوصل كارفور اقلع حتى النظارة، احسن الموضوع كده صعب قوي. واخيرا وصلنا كارفور،
كارفور اهو تقريبا قصاد المستشفى السعودي الالماني. المستشفى السعودي الالماني ده كارفور. خش بقى نشوف فيه ايه. دخلنا يا سيدي كارفور واخيرا قلعنا النظارة. طبعا هنا الاسعار كلها بالدرهم، كله هنا بالدرهم الاماراتي، اللي هو لو عايز تعرف سعر اي حاجة بالمصري اضربها في 5، هو تقريبا الدرهم عامل 4.95 جنيه، فاقول 5 جنيه. فهنا اي حاجة بالدرهم اضربها في 5 على طول عشان تعرف سعرها بالمصري. لو انت بتقارن الحاجة باسعارها بالمصري، تعال نشوف فيه ايه هنا في كارفور. طيب هنا ازازة زيت اللي هو العافية 1.5 لتر عاملة 21 درهم و95، سموه ايه الفلس تقريبا، اللي هو زي القرش عندنا، يعني قول 22 درهم. وهنا زيت الزيتون للناس اللي بتحب تاكل الاكل صحي، دي انواع زيت الزيتون كلها، مش عارف في عافية وفي انواع تانية طيبة، في بقى انواع اللي هي المستوردة، في حاجات كتير هنا من انواع من زيت الزيتون. العافية ال 500 ملي عامل برضو 21.95، يعني تقريبا بنفس سعر الزيت العادي، بس طبعا هنا ايه زيت الزيتون اغلى، التانية لتر ونص، انما دي نص لتر 500 ملي. تعالوا نشوف فيه ايه هنا تاني. طيب احنا محتاجين بصل وبطاطس علشان نعملهم على الفطور. ده يا سيدي ادوات تجميل، فرش الشعر، احنا ما عندناش شعر، ملناش دعوة بالكلام ده، صبغات شعر، كريم شعر، شامبو للشعر، كله للشعر. ده الفرش السنان ب22.25 درهم، اضرب في 5 يا معلم، ده الفرشتين مع بعض تمام. وده اللي هو المضمضة، ده انا بحتاجه ضروري، ده خيط السنان ده ناخد 2. عندنا ايه تاني؟ ده بقى الكولجيت، معجون الاسنان، نكهات بقى مختلفة ما تعدش بقى، كل دي الاسعار بتاعتهم هتلاقيهم عليهم. دي انواع تانية بقى غير الكولجيت، كلوس اب، ودي اللي هي بقى حاجات مزيلات العرق. وعندنا عايزين يا معلم، عايزين حلاقة بتاع ده، شفرات حلاقة، دي ب82 درهم، دي فيها دي اللي هي فيها 4 شفرات على بعض، انا معايا اليد بتاعتهم، دي ب82 درهم، اضرب في 5 تقريبا بنفس السعر اللي هو المصري. طيب هنا دي باكتة مية، باكتة المية المعدنية اللي هي الصغيرة ال 12 واحدة، 500 بالواحدة 500 ملي عاملة 11.25 درهم تمام. فدي ناخدها معانا برضو، محتاجين مية. طيب ده بقى يا سيدي البامبرز، نشوف اسعاره ايه. الحمد لله بنتي كبرت وعدت مرحلة البامبرز دي. ده بامبرز ايه ده يا سيدي، ب49.25 درهم، يعني قول 50 درهم تمام، اللي هي واحدة باكتة البامبرز دي. انا معرفش ده بقى مقاس ايه، ده رقم 2 ده تمام، وهي ارقام بقى حسب الايه حجم الطفل. ده رقم 4 عامل 65.95 درهم، 65 درهم و95 فلس تمام. وده رقم 6، ده بقى اللي هم الاطفال اللي كبار شوية، بس مش عارف سعر الستة كام، اهو ب81.45، وزي ما قلت لك كده كل ما عايز تحول للمصري اضرب في 5 على طول. طيب دلوقتي للجماعة اللي هو الرامن الكوري، الرامن الكوري طبعا يعني ايه دلوقتي موضة، الناس كلها متجننة بالموضوع، الرامن الكوري ابتدى ينزل مصر الرامن الكوري، والناس يعني بقت مش سايباه في حاله. هو فعلا طعمه جميل جدا الرامن الكوري ده، انا بالنسبة لي احلى من الاندومي، انه احلى كطعم من الاندومي بكتير.
يعني هو الاندومي مش وحش، بس الرامن الكوري ده انا بحس انه احلى من الاندومي. تعالوا طب نشوف اسعار هنا. اكياس الرامن هنا بقى فيه احجام الكبير والصغير. تعالوا نشوف الحجم اللي احنا عارفينه العادي بيتباع بكام. بيتباع ب7.75، تمام، وفي ده ب6 وفي ده ب5 وفي، يعني هو من رينج من 5 ل7 او من 5 ل8، تمام، اللي هو الرامن الكوري ده. ده بقى اغلى بقى شويه. ده بصوا ده ب25 درهم، وده ب27، وده ب33، بس دي على ما اعتقد دي مش واحده صغيره. دي باكيته فيها كذا واحده. بصوا دي باكيته كبيره فيها كذا واحده، مش واحده السبعه والثمانيه والخمسه اللي هم الصغيرين اللي زي ده، لكن لو تشتري باكيته كبيره دي 25 26 33، انا ما اعرفش هي الباكيته فيها كام واحده صغيره، تمام. دي باكيتات كبيره، يعني في دي باكيتات كبيره اللي هي تلاقيها 29 و30. دي بص دي فيها كذا واحده، فيها خمسه. وزي ما تحب بقى، لو عايز تشتري اللي هي الايه الباكيتات الصغيره فيه، وفي حاجات كده صغننه كده جميله عامله زي الاندومي ده بطعم الفراخ تقريبا. وفي برضو باكيتات، دي انواع بقى كتير بقى من الايه الرامن والنودلز والحاجات دي. ودي يا سيدي التونه الياباني، التونه الياباني ب 15 درهم 11 درهم ده 11. انواع بقى اشكال. وده بقى يا جماعه الناس اللي هم غاويين اكل كوري بيحبوا الاكل الكوري ده، اللي هو الكيميتشي، الكيميتشي الكوري ده زي الايه ده زي المخلل كده عندنا، الكوريين بيحبوا ياكلوه او يحطوه كده جنب الاكل، ده اللي بيفتح نفسهم على الاكل اللي هو الكيميتشي ده. ده انواع من الكيميتشي ب19.5. وادي يا عم صورت لك الاندومي اهو، عشان برضو اللي بيحبوا الاندومي ايه ما يزعلوش برضو، يقول لك انت بتحب احنا يا عم بنحب الاندومي، عايزين نعرف اسعار الاندومي ايه. ده علبه الاندومي 8.25، تمام، 8.25. ده نوع تاني برضو 3.45. ده برضو اهو اندومي، انواع بقى مختلفه بقى زي ما انت عايز. طيب بقى يا سيدي الناس اللي بتحب الشيبسيهات والليز، ده الليز هنا بكام؟ الليز ده اللي هو الحجم العائلي ب6.5 درهم، تمام. في ايه تاني غير الليز؟ كل الصف ده ليز 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 بقى. ده اللي هو الفرنو، الفرنو عامل كام؟ 2.45 درهم. في بقى ده ليز بقى يا جماعه في كراتين ما شاء الله، يعني ده انا ما اعرفش ده ليز بس ايه في كرتونه كبيره على ما اعتقد يعني. لا ده اكياس صغيره، انا قلت ايه ده اكياس، في اكياس صغيره، اكياس صغيره زي ده. على العموم دي الكرتونه دي عامله كام؟ دي 14 14.25 درهم. انا شايف ان اللي تحت ده، اللي تحت ده موفر عن اللي فوق، صح؟ يعني انا لما اجيب الحجم ده تحت اللي هو الكبير موفر على اللي فوق. دوريتوس، نسيت الدوريتوس. تعال نشوف هنا الدوريتوس بكام. الدوريتوس اللي هي العلبه الكبيره دي ب 12.45، ده الاحمر، وده الدوريتوس الاخضر 8.75. طيب تعالى يا سيدي الايه البرينجلز، والناس اللي بتحب البرينجلز كام؟ ده ب 12.25، دي اللي هي الكبيره، العبوه الكبيره دي ب 12.25. دي هنا ده كل دي اللي هي العبوات الكبيره، سعرها واحد كلها، سعرها ثابت. هنا الصغيره بكام؟ الصغيره ب 6.25، 6.25 و6.25. وعندك برضو ليز اللي هو محطوط في الكراتين المدوره ده ب 8.95. طيب بالنسبه بقى يا عم للناس بقى الايه كيفه البن والقهوه والنسكافيه، ده اللي هو النسكافيه الجولد، صح؟ ده عامل 29.95، يعني قول 30 درهم، تمام. ده النسكافيه البلاك اللي هو العادي عامل 8.75، وده الحجم الكبير منه 16.25. و في ايه ده الجولد اللي فوق ده الصغير ب 12.25، ده اللي هو جولد الكبير، بس ده تقريبا اللي هو بتاع السبريسو ده اللي هو بتاع المكنه،
ده اللي بيتحط في المكنه تمام، انما ده اللي هو مش مطحون ده اللي هو انت بتعمله زي اللي ايه زي الشاي الكشري وكده. ده عندك برضو في انواع تانية من نسكافيه، ده اسمه ايه ماكسويل هاوس تمام. في بقى حاجات تانية جولد، ده نوع كده معرفوش، يعني في حاجات غريبة ايه كتير واشكال مختلفة. طيب بقى يا سيدي، الناس اللي كيفت الشاي والقهوة، الجزء التاني الشاي، قلنا لكم النسكافيه، نقول لكم الشاي، ده الشاي ليبتون، ده الايه 200 جرام عامل 10.45، 10 درهم، وقول 10 درهم ونص تمام. ده اللي هو 400 جرام، 400 جرام عامل 17.45. نوع الشاي ده انا جربته حلو قوي، اسمه ريد ليبل. الشاي ده شاي تقيل، الناس اللي بتحب الشاي التقيل الشاي ده جميل جدا، وده سعره 14.95. عندك بقى يا سيدي بقى الباكتات الفتلة، ادي مثلا عندك شاي ليبتون بالنعناع ب24 وربع، عندك ده ليبتون بالهيل، هيل ده اللي هو الحبهان 22.95. عندك بقى ده شاي ليبتون ده يا سيدي ايه ده تقيل، اكسترا تقيل، ده عامل 20.45. دي بقى في الباكتات الصغيرة عندك، بس النوع ده حلو قوي، النوع ده كيفك تمام. عشاء النوتيلا يجمعوا هنا عندي، تعال نشوف اسعار النوتيلا بكام. ده نوتيلا صغيرة ب12.25 درهم تمام، ونوتيلا الكبيرة ب18.25 درهم تمام. وده ركن المية عشان كان في حد بيعدي. وفي بقى النوتيلا اللي هي الصغيرة دي ب1.25 درهم، ليه عايز لك بقى ايه تاخد لك واحدة على الماشي، دي بقى اللي بنت بتحبها قوي، دي ب5.75. في نوتيلا كده نونو صغيرة ب4.25، ناس بقى ايه عشاء النوتيلا. ده بقى عسل النحل بانواعه، يعني ايه العسل الابيض، بس العسل ده بقى ايه قصة لوحده، يعني العسل ده قصة لوحده، ده يعني في انواع عسل كتير جدا، ما اعرفش بقى هنا الاسعار عاملة ازاي، لكن انا اللي اعرفه ان افضل انواع العسل اللي هو العسل ده يا جماعة اللي هو عسل اللي هو المانوكا ده افضل انواع العسل واغلى انواع العسل اللي هو المانوكا ده بقى اللي هو بقى ايه مفيد جدا، ده بيزود المناعة جامد. طيب يا جماعة البصل الأحمر، عندنا هنا البصل الأحمر التلاتة كيلو ب5 درهم 95، قول ب6 درهم، عايزين بصل أحمر. طيب البطاطس 3 كيلو ب4.95، قول ب5 درهم، عايزين برضو بطاطس. هات يا عم بطاطس، اللي هو عين الجمل ب10.25، ده الكاجو ب10.10، ده عين الجمل حجم كبير جامبو ولا مش عارف ايه 7.45، ده برضو نوع تاني من عين الجمل البريميوم 39، ده برضو نوع عين جمل برضو نوع تاني 12.30، كذا نوع من عين الجمل. فستق ده تقريبا مملح ده على ما اعتقد صح مش عارف 7.95. ده بقى انا معرفش البتاع دي ليه، انا بشوفها عند بتوع المقلة بس معرفش اسمها ايه. ده يا سيدي بندق 86، دي برضو حاجة كده غريبة انا معرفهاش، نفس برضو الحاجة الغريبة. ده اليقطين 25، ده الصنوبر باكستاني 28.90، ده فستق جامبو 5.95، ده فستق مقشر 11.73، كاجو جامبو 7.36، لوز جامبو 36، ولوز عضوي 6.95. وعندك تحت بقى تمر صفاوي اللي هي ده تمر يا جماعة مش القراصية تقريبا، ده تمر 5.35، وده نوع تاني من التمر 10.59، ده نوع برضو ب4.5،
ده التين المجفف 5.99، ده مشمش 7، مشمش مجفف 7.07، عندك دي فواكه مجففة ومكسرات، يعني دي حلوة تقعد تتسلى فيها كده، ايه تحب تنقنق فيها، دي ب7.5. تمام. طيب ده التين المجفف اللي هو الجامبو ب4.5، ده المشمش 5.35، ده البرقوق، ده تقريبا اللي هي القراصية، البرقوق ده المجفف 2.78، عندك بقى الزبيب ب2.45، وده الزبيب ذهبي 1.71. دي بقى ايه، حاجات بقى مشكلة، بقى خلطات مشكلة بقى مع بعض كده، مكسرات على زبيب على يميش بقى، مكسرات مشكلة. عندك بقى دي برضو مكسرات مشكلة، فستق على كاجو على حاجات بقى ايه، كل ده انواع من المكسرات المشكلة. ده انا مش عارف، ده غريب قوي، بيقول لك شيبسي خلطة، ده خضار مجفف تقريبا، ده بقى 14.90. وعندك الفول السوداني، فول السوداني ب2.05، وعندك فول سوداني المملح 1.92، وعندك لب السوري بذور عباد الشمس 1.78، ولوز 75، وعندك الكاجو المملح كام؟ 6.85، وده نوع تاني من الكاجو 6.95، وده كاجو بالفلفل الحار 6.59، وده لوز مملح 95. طيب يا باشا، الحليب حليب مين؟ الحليب المراعي، ده كاتب لك ايه، قليل الدسم، ده 6.65. تمام. ده بقى انواع بقى اللي هي خالي الدسم، دسم قليل، منزوع الدسم، كل دي ايه، اللتر ده تقريبا لتر على ما اعتقد، لتر 6.65، ودي بقى اللي هي النص لتر ب3.5. طيب هنا الفراخ اللي هنا، هنا الفرخه، انا معرفش الفرخه دي، ده كيلو الفراخ هنا ب19.25 ده كيلو الفراخ. ده البانيه، البانيه هنا عامل 47.40. تمام. وعندك ورا اللي هي الكبد، ما اعرفش دي كبد وقوانص ولا كبد، بس لا ده كبد وقلب، دي ب24.95، ودي اللي هي الوراك او الدبابيس، دي وراك، دي ب30.45. كل الاسعار دي للكيلو. دي بقى الايه، اللحمه الستيك دي ب42.95، وفي برضو هنا ايه، انواع بقى التانيه بقى ايه من اللحمه، البرازيلي، ده البرازيلي ستيك البرازيلي 60، و ده بقى معرفش النوع ده ايه، ده فليتو ده ولا ايه، اللي هو المدور ده، ده عامل 36.70. وده ضاني، استرالي، ده كيلو عامل 49.95. طيب بالنسبة للبيض، الخمستاشر بيضة هنا في الطبق ده ب11.45. تمام. وده هنا، ده نوع تاني، ده اللي هو البيض الاحمر اللي فوق، ده كان البيض الابيض، ده البيض الاحمر ب11.95. تمام. طبعا هنا تقريبا يعني ما فيش حاجه اسمها البيض البلدي، يعني على ما اعتقد هو يا بيض ابيض يا بيض احمر، بس ده اللي هو ال 15، ده اسعار ال 15 بيضه اللي هم دول. في بقى ايه، في بقى 6 بيضات هنا بس ما اعرفش اسعارهم كام، اللي هي الايه، الحاجات القليله. فيها انا برضو الكرتونه ال 30 بيضه، دي كرتونه 30 بيضه اللي هي السودا دي، دي عامله اهي 14.75، 14.75 هي الكرتونه، ايه كرتونه 30 بيضه. تمام. كرتونه بلاستيك، وفي الكرتونه اللي هي العاديه دي اللي احنا عارفينها. تمام. دي برضو ب29 وال 30 درهم. يا نهار ابيض، فاكرين يا جماعه الاريال اللي كان بينزل في علب كرتون زمان قوي قبل الاكياس، لقيت هنا الاريال اهو
ده باربعة وربع كده تحت، اللي هو الاوتوماتيك التلاتة كيلو عامل 45 75. وبعدين بقى عندك التايد هنا، ده اللي هو الايه تقريبا ده الفوق اوتوماتيك، ده بالياسمين ب 36 95. والاومو، يا الاومو بتاع زمان، الاومو بتاع زمان قوي، الاومو 28 45. فاكرين اللي كان فيه اعلان بتاع زمان بيقول لك رايحه فين يا فاطمه، رايحه اجيب اومو، جايه منين يا فاطمه، جبت الاومو. طبعا الاجيال بتاعت دلوقتي ما تعرفش حاجه عن الكلام ده، يعني دي حاجات بتاعت زمان قوي. دي اللي هي المساحيق بتاعت كارفور بقى نفسه، دي اللي هي المنتجات كارفور، تمام. ودي ايه اسعار. طيب يا سيدي، الصابون السائل الفيري، ده الفيري عامل 11 25، تمام. ده اللي هو قد ايه، انا معرفش ده حجمه قد ايه، ده 600 مللي، كويس. ده اللي هو اللتر عامل 12 95. طيب هناخد الرز المصري اللي احنا عارفينه، ده اقل حاجة، اللي هي الاتنين كيلو دي عاملة 14 14 وربع. كل ده بقى ايه، ركن البقوليات، تمام، فاصوليا والعدس والبسلة المجففة وده الشيا، وفاصوليا البيضة، فاصوليا البيضة في 6 جنيه و20، ناخد كيس فاصوليا بيضة، تمام. طبعا هنا الحاجات دي كتير جدا، علشان اقول ايه اسعار كل حاجة يعني كده هياخد ايه وقت. طبعا هنا الفشار اهو، دور الفشار بتلاتة درهم، تمام. ده بقى السمسم، وده اللوبيا الحمراء 3.95. عندك بقى الانواع كلها بقى من البقوليات هنا كلها. طيب يا جميل، دي بقى المكرونات، اللي بيحب المكرونه، مكرونه هنا اشكال والوان وانواع انا ما اعرفهاش، بس غالبا كلها انواع مستورده، مفيش اللي هي الايه، كلها بقى مكرونه ايطالي اغلبها يعني. وهنقول مثلا ادي الاسباجيتي 11 75 كيس الاسباجيتي، تمام. طبعا بقى عايز تحسب بالمصري اضرب في 5 على طول. دي اللي هي الحاجات بقى اللي هي ايه، اللي هي من غير جلوتين. في بقى المكرونات اللي هي البني، وفي اللي هي المكرونات اللي هي من غير جلوتين، اللي هي بيسموها جلوتين فري على ما اعتقد، جلوتين فري اللي هي دي. دي بقى الحاجات اللي هي الناس اللي عندها السكر والناس اللي بتعمل الرجيم، دي المكرونات دي بقى مفيده ليها، ما فيهاش سعرات حراريه عاليه. ده مش عارف ب 23 45. طبعا اللي هو الايه الجلوتين فري ده ومن غير جلوتين دي بتبقى ايه، بتبقى اغلى من العاديه اللي هي بتبقى معموله من الدقيق الابيض. طيب بما اننا بقى ايه جبنا رز، يبقى احنا محتاجين شعريه. انا لقيت هنا شعريه بس شكلها غريب قوي، معرفش ايه الشعريه دي، شعريه طويله. بصوا الشعريه عامله ازاي. دي تقريبا الواحد بقى يكسرها بايديه، لان انا الصراحه ما لقيتش شعريه تانية اللي هي الصغيره بتاعتنا دي، اللي هي متكسره للحتت الصغيره. ايه دي الشعريه الوحيده اللي لقيتها. طيب يا عم، دخلنا على البيبسي. البيبسي بقى لازم طبعا بعد ما ناكل نشرب البيبسي، اهم حاجه عشان نهضم. طيب عندك دي الكاكولا عامله 5 5 وربع درهم، والسبرايت عامله 4.75. دي 7 دي نص لتر عامله 3.5 درهم، دي برضو 3.5. فانا عايز ايه، انا نفسي اجرب الصراحه، نفسي اجرب البيبسي بتاع بره ده والكاكولا. فانا بحب الكاكولا الزيرو، اكتر حاجه بحبها اللي هي الكاكولا الزيرو دي، بحس ان طعمها خرافه. فاخد واحده زيرو، وعايز اخد بيبس من العادي، تمام، بحيث ان انا اجرب دي واجرب دي. طيب ده جبنا لكم الزيت، نشوف بقى الايه الخل عندكم هنا، ايه الخل الهاينز
تمام. خل الابيض، الخل عامل ده نوع خل اسمه طيبه، عامل 2.45، ده كريستال عامل درهم و80. تمام. في بقى طبعا انواع خل بقى ايه تانية ملناش دعوه بيها، زي اللي هي خل التفاح والحاجات دي. ده خل التفاح عامل 21.95، ده اربعة لا لا مش عارف هو ولا لا تقريبا. ده خل التفاح. في بقى خل الليمون انواع تانية، والخل البلسمي ده انواع تانية بقى ايه انا مفهمش فيها. طيب انا كده خلاص اشتريت الحاجة بتاعتي وهطلع الكاشير حاسب، نشوف بقى الفاتورة ربنا يستر. وخلاص كده انا طلبت اوبر ورايح على الفندق. الحاجة عملت حوالي 300 حاجة و30 درهم، يعني اضرب بقى في خمسة ما عشان تحسبه بالمصري مبلغ، يعني الصراحة يعني شوية بطاطس وشوية بصل وعلى زبادي على شوية رفايع كده بمبلغ يعني. بس هنا هنا الحاجة فعلا أسعارها عالية شوية، بس هنا طبعا الخدمة فوق الممتازة، يعني الخدمة في كل حاجة فوق الممتازة، والمنتجات هنا درجة أولى كلها. بس حد بقى ما اشوفكم ايه في فيديوهات جاية، اقول لكم مع السلامة.